اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اعتقد ان الجمهور جمهور النادي الاهلي الحقيقه وكل اللي اتكلموا في التقرير زي ما كان خالد لسه بيقول لي واحد فيهم قال الجمهور، وهو بالفعل الجمهور يستحق ان يكون نجم هذه المباراه يا استاذ محمد. دايما طبعا جمهور الاهلي دايما هو رقم واحد وهو السند لهذا النادي، وهو الظهير القوي جدا، وهو حائط الصد، هو الجبل اللي دايما في ظهر النادي الاهلي وسنده في كل الاوقات وكل المناسبات. شفنا جمهور النادي الاهلي على قلته في المدرج حوالي 1000 واحد، لكن كنت تحس ان في 20000 واحد ولا 30000 واحد موجودين في الملعب، هتاف طول الوقت، تأييد للفرقه طول الوقت، تشجيع طول الوقت، حتى في الدقائق الاولى اللي هي الاول 10 دقائق اللي الاهلي اللي كان فيها سيد الزمالك مسيطر فيها والاهلي ما كانش يعني ماسك الملعب بالشكل الكافي، كان جمهور الاهلي واقف وداعم وبقوه، وبعد ذلك انطلق طول المباراه. الحقيقه ده جمهور الاهلي لا يشبع من اي شيء، جمهور الاهلي لا يتوقف عن اي شيء، جمهور الاهلي لا يمل من البطولات ولا من الانتصارات. جمهور الاهلي كان عنده فلسفه في المباراه دي ان انا اقدر احقق نتيجه كبيره جدا، لكن ما حصلش، ولازم الناس تعرف دي كره قدم. يمكن ماتش برشلونه امبارح كان متقدم 3-0 3-3 الشوط الاول والشوط الثاني 3-3 وبيجي فيه جول في الدقيقه 96 كده. برشلونه كسب الشوط الاولاني، برشلونه كسب الشوط الاولاني والثاني كسب الشوط الثاني. يعني دي هتبقى حاجه زي كده، يعني زي ما الوعد بيقول. فكره القدم فيها عجائب وفيها حاجات كتيره جدا. جمهور الاهلي دايما هو اللي بيوقف وهو اللي بيدافع وهو اللي بيقدر. على جمهور الاهلي ان دايما يكون يفرح بالانتصار ده ويفرح بما حققه فريق النادي الاهلي ويفخر بهذا الانتصار، لان الانتصار ده تاريخ يا جماعه، ما حصلش يعني انتصار كبير جدا، ليس اقل من انتصار الستة. انت مسجل 5-1 ومتفوق طول المباراه يمكن اخر 10 دقائق مش اكتر، فافخر بفرقتك وافخر بلعبتك وافخر بمدربك. في بعض الاخطاء بتقع في مباريات، النهارده بنشوف ليفربول بقوته وعظمته بيخسر النهارده مباراه 3-2 عادي جدا، يعني كره قدم تحصل بعض الهفوات في بعض المباريات. فخليكوا ورا فرقتكوا واستمتعوا بالنصر الكبير ده، وما تخليش حد يفسد عليك الفرحه الكبيره والعظيمه اللي حققها النادي الاهلي في هذه المباراه. مين نجم المباراه برده ما قلتليش؟ اليو ديانج. اليو ديانج.